الحمد لله، الحمد لله رزق كفوة لدحض الباطل، والصلاة والسلام على أفضل العرب والعجم الذي دحض الباطل وعلى أصحابه الذين صدقوا في الإيمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الحفلة الميمونة وأساتذتي الكرام وزيوفنا المبجلين، قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الحفلة، أريد أن أتحدث حول الموضوع حلم إقبال والباكستان في عصرنا الحرب. أيها المستمعون الكرام، مفكر العصر العلامة محمد إقبال يحلم في بداية القرن العشرين ويسأل ربه عن تعبير هذا الحلم. اللهم احرز شباب هذه البلد الشجاع أن يؤسسوا لأنفسهم دولة منفصلة ومركزا منفصلا وبلدا منفصلا، فإن الحلم زار الحديقة، قد كان الحلم جعل الأمهات والأخوات والبنات العذيبات مثل فاطمة الزهراء وسمية رضي الله عنهما. لقد كان الحلم أن يقيم الشباب هذه الأمة على طريق التقدم، وكان الحلم رياسة ودولة وبلدا حيثما ينتمي الفكر إلى محمد، فإن الفلسفة تنتمي إلى محمد أينما كانت عقيدة محمد وتفكر محمد، والأمة أيضا لمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك رأت كرة الأرض ذلك اليوم حلم إقبال. أحبتي في الله، قدم الشعب القرار في 23 من مارس سنة 1940، وهو ما لم يكن حلا حقا، لكن المسلمين كانوا يقدمون رغباتهم إلى الله، وكانوا يقول إن المسلمين ليسوا مقيدين بالتقدير، بل الأشياء الجامدة والنباتات والحيوانات مقيدة بالقدر. والله حققوا هذا الحلم 14 من أغسطس سنة 1947، هاجر أكثر من 10 ملايين مسلم، استشهد حوالي 5 ملايين منهم، و5 ملايين يسعون تعبير هذه الحلم. القائد والمحسن علامة محمد إقبال فائزة يدخلون وجود الحقيقية لباكستان. نحن نرى اليوم الباكستان الجمهورية الإسلامية بعد 70 عاما يبكي القلب بدموع الدم مجدد أن ترى الصورة الحقيقية والعملية. يأتي الكبد إلى الفم، أين هو التصور؟ وأين هو التثبت؟ وأين هو الحلم العظيم؟ وأين هو الإسلام؟ هل أراد القائد والمحسن علامة محمد إقبال أن يصنع مثل هذه الباكستان عدم استقرار الإرهاب وبورة القتل؟ الحكم الأعمى للخروج على القانون المسلة السياسية يدور حول 3 عينات: قيمة الرومية الوطنية الصغيرة إلى صاح الدين. هذه هي بعض الحقائق المشجعة لباكستاننا اليوم. سعادتنا، لا أحد مسؤول عنه ولا أحد يتحمل اللوم. نحن نفجر مساكننا بأيدينا، وفي الأخير أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور.